بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ثبتنا على هذا الدين وتوفنا إليك غير مبدلين ولا مغيرين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل صالح أعمالنا وتجاوز يا رب عن سيئاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ما ظهر منه وما بطن، ونعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق، نعوذ بك من أمراض القلوب، نعوذ بك من الغل والحسد، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك يا ربنا من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، وارفع به درجاتنا في جناتك جنات النعيم. عاملنا برحمتك وفضلك وعفوك وجودك يا كريم، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم في هذه الليلة المباركة أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا وذرياتنا يا حفيظ يا عليم. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يضام، وأدخلهم في حسنك الذي لا يرام، وارحمهم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء يا الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.